السياسة أشبه بلعبة الشطرنج. يا ماما يا حبيبتي مشان الله وافي بس هالمرة حاجتنا محمود حاجتنا مستحيل عم قلك ماما انت ما بتتخيلي قديش رح ينجح عملي والناس رح تثق فيني اذا كانت لارا رح يصدقوها لانه هي بنت صغيرة هي محلاها بس وافي هالمرة بس يعني خلي يعدي علي يوم واحد بدون ضربة محمود مو انت اخترت هذا الشيء واخترت انك تتحداني فيه الله ربي طيب يا ماما انت حتديني شهر مزبوط وما خصك بلارا بعد من طريقي يا ماما الله يوفقك بس هالمرة آخر مرة آخر مرة ماما ماما اللي الحق بهذا الشهر يكون معي شريك أي شريك بس مو من العيلة تفضل طيب جده ولا جده يعني لا ولا جده ممنوع منعا باتا لا حبيبي منى أرجوك تركيني ساعده لمحمود حرام لك إذا ما بيضل حدا بالكون كله غيري أنا إسحاق اصحك ثم اياك تطلب مني ابعلع عيونك انا فهمت طول بالك بابا وهدي اعصابك يلا تمام مين يساعدني بعد عن وشي ماما ماما طب كيف بدي احقق اهدافي وانتم كلكم ضدي ما بلشنا دراما استيوبي تواني تريلو صح لك نحن مو ضدك نحن ضد غباء اختياراتك عساس انه انا قدامي بحر من الخيارات وعم روح فيه اليمين ويسار خلصنا بقى حاجتنا كم يوم ضال قل من الشهر؟ 5 كتير منيح وكم مشترك صار عندك؟ 16 اسم الله شو هالقناة اللي جايبة هذا العدد الهائل من المشتركين ماما لا طيب رامي بطلع معك بحالة واحدة بس شو هي؟ إذا فقدت إيماني بنفسي وهذا الشيء مستحيل يصير مالي إلا كاميليا فشرت بنات العالم مو لعبة بين إيديك تأخذهم وتجيبهم فهمتني غلط بدي كاميليا لتساعدني بالتصوير ما بدي وعدها بالزواج بعدين ألا رح أتركك صح محمود ليش ما بتتجوز كاميليا حلو كتير وظريفة هاد ناقص أنت كمان عفاجئني هالعيلة كامي حلوة طبعا حلوة بس انت العمى ضاربك وجذابة وخاصة كمان شبكم شو هالعيلة كل يوم تفاجئني بشغلة جديدة هلا كامي حلوة وجذابة وخالصة ما بعرف شو كامي بتذكرني برفيعي صبح اللي كان معي بالصف الرابع لأنه معني على قلبك كمان مو بس على نظرات شو بدي يقول الواحد لا يقول ما يوك زوك أني ده بكره بتشوف هي اللي مو عاجبتك تبع الصف الرابع اللي بتشبه رفيقك عصام مين راح تتجوز بتحب مش في حدا بحياتها انه اكيد يعني شو ناقصه البنت موسيقيه وبنت اكابر وعالم مو حلوه لسه بقولولي حلوه لسه بقولولي حلوه لك من وين لوين حلوه هلا محمود يعني عن جد انت مين بتشوف بنت حلوه ايه صحيح بنت حلوه ايه مين بيتذكر بنت جيراننا غاليه هاي عولو لقيمه ابنك يا ضارب يا مضروب يا منى لك شو هالزوق السيليكوني هاد بلا سيليكوني طيب ما حدا قال لي ما بعرف سيليكون انا بعرف كله كله طبيعي طبيعي امن والله الطبيعي اذا الخدود والشفايف منفوخه والانف مرفوع بعمليه غير الصدر المنفوخ والتاتو لا تنسى الخلفيه قلت لكم ما حدا قال لي ما بعرف يعني اذا ما حدا قال لها ما بتستخدم حاسة نظرات؟ يعني أصلاً أحلى بنت بالعالم بس أنت ما بتعرف أنا دائماً بقول مع مين عايش أنا خلص لارا خلص لا بقى تحكي مع محمود أيه. هو خرفان ومو عارفان شو بده يشوف قومي حضري لي غراض هالمدرسة يلا تأخرنا يلا تحركي نار كامي حلوة منى يا حبيبة قلبي يا تقبري قلبي شو مشتاقت لك ليكي أنا والولادة هلأ بجنانة حسري من شفت هداك المسلولة عافيته مفتاح يبعت له حمى بسبع أشكال صفرة وحمرة وتركواز
يخرب بيته مشبشب حاله ولابس لك هالبنطلون الجلد والسترة الجلد، ولا السنكوحة يلي معه يخرب دياره منين ملاقيها؟ تقولي طالعة من الجرنال، تقولي مانيكال، ولي ولي على هالشوفة لو تشوفي شو عم يعملوا. ماما نحن جاهزين. إيه لحظة لارا، لحظة شوي، انطروني شوي. ماما هيك نتأخر. خلصنا رامي، عم قلك لحظة شو صار لكم؟ يلا يا ماما رح نتأخر. روحوا 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 انزلوا لتحتلها بلحقكم. معانقته ومعانقة هيك قدام كل خلق الله، تقولي بيتن وأعز. يا لطيف يا لطيف، ييي لو تشوفي هالشوفة يا منى ليتزنزن بدنك زنزلة. لكن يا عمي الرجال بيطلعوا بس نحنا بتروح علينا. يا تقبري قلبي انتي راحت عليكي وهو عم يتصاصل ويتكجمج ويتعجعج على كيفه. ظالمة هالدنيا ظالمة. ليكي ليكي رح أبعتلك صورهم لتشوفي بعينك ما تقولي غنوة بتصف كلام وبتكهول بالحكي. بدك تنزلي ماما؟ رح تأخر لارا. طب بوصل أنا. يلا لارا رح تنزلي معي. بونجور يا حلوين. بونجور جيجي. جدو اجت جيجي. لك يا بونجورات الدنيا كلها. جاهزة للرياضة يا عمري؟ تمام. يسعد لي هالصباح. باي ماما. اليوم مقلب، اليوم غير كل المقالب، اليوم جبت حلو بدي اعبي العالم كله عطر. لهيك تعالوا نشوف شو راح يصير. يا الله التليفون عم برن، بس تليفون لو سمحت، بس لو سمحت تمسكوا لي شوي طالع التليفون، بس لحظه بس. بليز تمسكوا لي شوي بس حط التليفون. يلا باي 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 باي. هي كل عطر. هلا لك زو. شكرا باي. ماشي. عفوا بس لا تواخذيني. مالك. امي. أنا بساعدك. ما في داعي ما في داعي، بعرف لحالي. اعطيني ساعدك، اعطيني اعطيني. بعرف لحالي خلاص. أنا بساعدك. شباب. ما تأخرت ماما؟ لا حبيبي ما تأخرت، أمي بكون عدت عند حدا من رفقاتها قبل ما تجي على البيت. أنا بالحقيقة أنا بعرف هذا إنه يجب تماما. ماما ما عم ترد، معطل خطها. ولا يهمك جدو، هلا نص ساعة، إذا ما بينت بتصل بالشرطة. بالمستشفيات. ليه ماما فيها شيء؟ لا لا حبيبتي، جدو عم يمزح، ما فيها شيء، بتكون على الطريق. بيمزح جدو. احذروا مع مين كنت؟ وصلتني بنت السفير الكندي، تعرفت عليها بدرس الإسباني وكنا عم نتناقش عن حول امتداد هواجس الحروب حول نطاق أوسع. حلوة؟ جداً جداً. طيب ليش ما عزمت لهون؟ يعني شربة شغلة نتعرف عليها. حبيبي محمود حتى لو عزمت لهون ما راح تعجب فيك. ليش؟ مبينة، لأنها بتفهم. قوية رامي، برافو عليك. تست تست 1 2 3. مين بدي بلش؟ أنا لي. إيدك محمود أعطيه، جيجي بدها تبلش هي. تفضل.
battu la minotriste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. ماما هون؟ كأنه تعبانة؟ ماما قاعدة معنا يجي تعي قاعدة عندي تعي تعي حبيبي بعدوا لي شوي بعد ماما حبيبتي يلا صارت الساعة 7:30 ما بدك تقومي؟ طلعوا لبرا بدي نام ما بدك تروحي على الشغل؟ لا ما بدي روح ماما صار لك نايمة 18 ساعة هلأ بصير معك خمول عم بقلكن طلعوا لبرا بدي نام حبيبتي عم يجاك شي؟ لا رامي يا جدو حبيبي شوف لي حرارتها ما في شي عم بقلكن طلعوا لبرا بدي نام يلا يلا جدو يلا يلا هي فوق امشوا امشوا سكروا الباب وراكم اللي واضح انه امكن زعلان كتير ممكن يكون حدا منكم مزعله مو انا ولا انا صدقوني وانا لكن مين بنتي وانا بعرفها من هي وصغيره كانت بس تزعل يا تقعد لوحدها يا تنام كتير معناتها نفسيتها تعبانة يعني ماما معها مرض خطير؟ لا حبيبتي مو مرض خطير بس ممكن نضطر نحطها بمصح جدو لا حبيبتي ما فيها شيء طيب شو لازم نعمل؟ برأيي نجيب لها دكتور نفسي شو؟ دكتور نفسي؟ ايه شو حبيبي حتى تفكر حالها أنها مجنونة مشان هي تجن وبكرة بتجننكم وبتجنني أنا معها يعني ماما مجنونة؟ لا حبيبي مو مجنونة بس ممكن تنتحر جدو ليش عم تعمل؟ يا حبيبي يا محمود نحن لازم نحط كل الاحتمالات لارا تعالي فترك عشان تروحي على المدرسة وبعدين أنا رح شوف ماما وجيب لها دكتور ونشوف حالته بس ماما ما فيها شيء هلو بمقلب اليوم مقلب اليوم غير كل المقالب اليوم قررت اني نظف الشارع لهيك تعالوا نشوف شو راح يصير كنيس كنيس عم توصخ انت لحن اللي هون خلاص روح خي خلاص خلاص حمالك شو بيك انت بس روح Ha ha ha!
خير، شو في كلكم هجمتوا بنفس اللحظة؟ خير؟ شو صار معك؟ سألت الدكتور قال لك شيء؟ سألته. تعي ماما، تعي حبيبتي. عادي تفضلي. ماما. حدا حكى معها شيء؟ حاولنا نحكي معها بس هي على نفس الكلمة، بدي نام. حكي الدكتور صح. يقول اقوالك ويحط حطاطك. اللي شو قال لك الدكتور؟ في عندي صديق، مو صديق صديق يعني، بس دلني على دكتور كتير شاطر. يا خوف يكون شرح لي وضع ماما. ماما مع حالة اكتئاب حادة، قال لي إذا ما عم نستجيب لحدا فلازم نعطيه هذا الدواء. وكيف بدها تستعمله؟ هذا الدواء أهم شغلة إنه نعطيه إياه من دون ما تحس علينا، ولازم قبل نص ساعة نعطيه الدواء، وهذا كل ما نعطيه دواء أكتر فبيزيد مفعوله أكتر وبيزيد الوقت الدواء أكتر. أيوة. هذا هو الحل المنطقي حاليا. هات هات بسيك حل لها اياها بكاسة لبن. يعني ماما رح تصير منيحة؟ ايه حبيبتي ايه، فلازم ندير بالنا عليها. سيجي روبيتا انحرفت بنتي. شو نعمل هلا؟ قوم الحقها؟ ليش بدك تلحقها؟ بتكون تحسنت وطلعت تغير جو. لك يا جدو يا جدو، ما شفتك كيف كانت طالعه؟ كأنها رايحه على بول بارتي. انا رايي نستنى شي ساعه بنحكيها وبنشوف وين راحت. لك شو نستنى ما نستنى؟ انا ماني مطمن. أنا لازم أروح ألحقها وشوف شو صار معها. خير؟ يا الله دخيلك. تفضلي ماما تفضلي. يا ميت اهلين وسهلين، انتو هون؟ الله يستر ما يكون جنة البنت. يمكن كان لازم نأخر موعد الدواء لتضل نايمة. أكيد. ماما
بس اعطيني عصير يا ماما. كل عصير.